تقريبا انا ما بشوفش حد اليومين دول الا وهو مكفي على وشه يعني يا اما الدنيا دايسه عليه يا اما الظروف الاقتصاديه دايسه عليه يا اما مشاكله الشخصيه دايسه عليه الدنيا دايسه على الجميع ولذلك دي دعوه ان احنا نقف كده مع بعض واقفه وما نبقاش احنا والدنيا على بعض ففي ثلاث حاجات هقولهم لك نحاول نعملهم عشان نكون ناس احسن سبحان الله يا جماعه انسان لما بيكون لطيف كده الله سبحانه وتعالى ينزل من لطفه عليه فانت الثلاث حاجات اللي عايز اقولهم عشان ما اطولش عليكم اول حاجه هي ده مش وقت اللوم خالص مش وقت قوي وده مش دعوه يا جماعه ان احنا يعني نبقى نتبجح في حق بعض وبنقصر في حق بعض ولكن اللوم النهارده انا فعلا بيعدي عليا مثلا 3 4 ايام مش ما على حد ما سالتش عليا انا شخصيا في ناس بيعدي عليها ايام هو مش لاقي فعلا وقت ينام فان انت ما سالتش عليا اصل انا كلمتك ورديت عليا متاخر اصل انت ما رجعتش لو ده مش الطبيعي ان هو انسان مهمل ليك او ان هو ما بيحبكش او ان هو ما بيودكش فما ملوش لازمه ان انت تضغطه على الضغوط اللي هو عنده تاني حاجه ان احنا نتغافل شويه ان الناس دلوقتي فعلا الاسترس يا جماعه دي حاجه احنا بنتعلمها يعني في علم النفس ان الانسان لما بيبقى مضغوط بيبقى عنده تندنسي او ميول اعلى ان هو يجيله غضب فممكن تلاقي الانسان عشان مضغوط بقى نرفوز بس هو مش نرفوز عشان هو بيطلع عصبيته علينا او نف... هو تنبر بتاعته خلاص انت دايس على الجهاز العصبي بتاعه على اخره فهو بسهوله بينفجر بسهوله بيتعب وده برده مش دعوه ان احنا نابيوز بعض او ان احنا ناذي بعض وكل واحد مسؤول عن تصرفاته ولكن لو حد بيني وبيني حب وود ما بنقفش لبعض على الوحده هو وقع مني مره و... و... وكان متنشن شويه انا استوعبه وهنا مش بنقول حد يضرب حد ولا يذي حد احنا بنقول متنشن شويه اتعصب في حاجة بسيطة عشان أنا شوية وهعمل كده هو يستوعبني فالتغافل ده نسع بعض يا جماعة طيب تالت حاجة احنا كده قلنا ايه قلنا رقم واحد ان احنا ما نعاتبش ونلوم ونضغط الناس بتوقعات زايدة في الظروف الصعبة دي تاني حاجة ان احنا نعدل بعض تالت حاجة بقى يا جماعة الكلمة الطيبة والتقدير من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان عنده قدره ان هو يبذل مجهود خرافي ويتحمل صعوبات شديده جدا انه يتم تقديره انه يتقال كلمه طيبه ان حد يحتضن المجهود اللي بيعمله ده ويتقال ان مجهودك ده متشاف فالراجل اللي طالع عينه من الصبح بالليل في شغلانه واتنين ورايح جاي وعمال يبرم عشان ياكل عياله لقمه طيبه حلال ده يتباس على ايده وعلى راسه ويتراضى ويتقدر من مراته ومن عياله، طب والست اللي طالع عينيها في الشغل عشان يا اما ظروف بيتهم هي محتاجه تشتغل ولا هي عندها مسؤوليات شخصيه شايله بيت ولا شايله مسؤوليه زي ستات كتير يتباس على ايدها وعلى راسها من عيالها ومن كل الناس اللي حواليها، ولو ست قاعده في البيت بتربي وبتاكل وبتعمل ومستحمله الضغوطات ديت وان هي تمشي البيت بمصروف اقل وان هي تستحمل تعب العيال وتستحمل الراجل اللي جاي مضغوط من بره يتباس على راسها وايديها ويتقال لها كلمتين حلوين. الكلمة الحلوة يا جماعة بتزق النظرة اللي فيها تقدير واحترام بتزق وبتخلي الناس قادرة تتحمل أكتر فدعوة لللطف دعوة للرحمة دعوة للكلمة الطيبة في اليومين الصعبين قوي اللي احنا بنمر بيهم حرفيا انا فعلا انا اصلا انا بحب اطمن على الناس بتكلم مع الناس بشكل مستمر اليومين دول يومين صعبين قوي يا جماعه فخلينا نكون لطاف ورحماء مع بعض باذن الله